wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن الله تعالى حل النكاح وندب إليه وحرم الصفا وعد العذاب الأليم عليه، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقال تعالى: يا الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون فيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حب فطرتي فستن بسنتي ومن سنة النكاح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكه تكون فإني أبهي بكم الأمم يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ثم أن النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأتقياء قولوا جميعا. أستغفر الله الذي من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله. آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله. وآمنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني ولكم بما فيه من الآية والحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baiklah hadirin jamaah, kita langsung saja kepada acara inti yaitu akad nikah. Namun sebelumnya, wasikum ibadallah wa iya yang dimaksudullah menjauhi jumpa anak ma'am warahmatullahi wabarakatuh yang menikah di Mausi, Kota Sehidisan, maupun yang menikah warah masyidah. Ya Abi Muhammad Sayyidin Sidin Al-Fiansyah bin Jaya Sudaryan. Antah tuka wa zawal tuka makbubataka anikur nyansi tinta sanen diwali abiha alladzi qad waqali fi mahari salasa jamin min zahabin halal. Ya saudara Muhammad Sayyidin Sidik Al-Fiansyah bin Jayan Sudaryan,
Saya nikahkan saudara dan saya akan saudara dengan seorang perempuan yang bernama Anik Kurniasi binti Bapak Sanen dengan wali Bapak kandungnya telah pasrah wakil walinya kepada saya dengan mas kawin 3 gram emas dibayar tunai. Thank you.